الفرق بين قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يقاس بخلقه وبين القول بأن كل كمال فطرة الإنسان فإن الخالق أولى به منه؟ إيه نعم، ما يقاس بخلقه قياس تسوية كما قال الشيخ شيخ الإسلام بن تيمية، يقال لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس تسوية، وإنما يقاس القياس الأولى، القياس الأولى. ويقال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، قياس الأولى. أما القياس الممنوع فهو قياس الشمول، يسميه الشيخ قياس الشمول وقياس العلة. قياس العلة اللي هو المعروف عند الأصوليين، إلحاق فرعا بأصل لعلة تجمع بينهما، هذا قياس العلة يسمونه. قياس الشمول هو الذي قياس التسوية، أن يسوى الله بخلقه، قياس تسوية أو قياس شمول. نعم.